احنا الهدف من هذه الزياره باش نعرفوهم بالمحيط الحيوي المتواجد داخل الحاضره الثقافيه للتصيلي نجر، اللي تضم يعني مواقع طبيعيه مصنفه، خاصه نحن الان في منطقه اهرير، منطقه اهرير اللي مصنفه ضمن رمسار، معاهده رمسار. وهذه المنطقه غنيه بالتراث الطبيعي وتعتبر من اهم المواقع الطبيعيه المتواجده داخل الحاضره الثقافيه للتصيلي نجر. فهذه الزياره بغينا نبرزوا التراث الطبيعي اللي متواجد عندنا داخل الحاضره، باش الناس هادو اللي جاونا اليوم في الورشه، درنا لقاءات في المناقشه، ولكن بغينا نوروهم المناطق اللي موجوده عندنا.